احييكم اولا على النتائج الجميله. انتوا احد اعلى الفرق جمعا للنقاط في الدور الثاني، وده اللي مخليكم ما شاء الله اتقدمتوا خطوات كتيره جدا في جدول الدوري. والله يا فندم يعني بصراحه الفضل لله ثم يعني طبعا للكابتن ايهاب جلال والجهاز الفني واللاعبين ومجهودات طبعا الشيخ اللي هو محمد عبد السلام في الفتره اللي فاتت ديت، في الفتره اللي هي العصيبه اللي كنا بنمر بيها في انت عارف حضرتك طبعا كان في ظروف على مصر كلها وعلينا في، ولكن بصراحه يعني الواحد يستحمله والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا من بعد الكورونا ان احنا لعبنا حوالي 11 مباراه جمعنا فيهم 23 نقطه مظبوط. الحمد لله يمكن من اعلى الفرق في تجميع المباريات النقاط في الدور الثاني فعلا مع الاهلي والزمالك مظبوط. طيب المشوار ده او الدور الثاني تحديدا اللي مخلي الامور يعني ماشيه بشكل يرضيكم، خلى الانظار كلها متجهه على المقص، على المدير الفني شخصيا ايهاب جلال، على لاعبي الفريق المؤثرين محمد ابراهيم مثلا، ده مخليكم قلقانين بشكل او باخر قبل الموسم ما يخلص؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو يمكن لما نشوف اهداف النادي من البدايه خالص، اهداف النادي اهداف طبعا استثماريه وان احنا نبقى في وضعيه محترمه في الجدول، ان احنا ننافس على المربع الذهبي، ان احنا نلعب في افريقيا، اتحقق الاهداف ديت بشكل عام في 2015 2016 2017 واتحققت جزئيا اللي هي باستثمار بس 2018 2019. يمكن السنه دي فرقت ان احنا يمكن كنا عايزين نستعيد التجربه القديمه، فربنا اكرمنا ان احنا طبعا كنا الكابتن ايهاب لكن جت بقى ظروف التغيير اللي حصل في إدارة شركة المقاصة، والإدارة الجديدة قرر لها إنها ما تستثمرش أو تلغي النشاط الرياضي. يمكن ديت هي الظروف العقبة اللي جات لنا بس في الفترة اللي فاتت، لكن برغم ذلك الحمد لله يعني مجهودات طبعا مجلس إدارة بكابتن الدكتور محمد عبد السلام حل المشاكل بصفة جزئية والحمد لله يمكن بوجود طبعا الكابتن ايهاب جلال والجهاز الفني يعني الحمد لله استعدنا شيء من 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 شكل المقصه القديم والحمد لله. ويمكن حضرتك لو تلاحظ ان العروض ديت والنتائج ديت رفعت من اسهم اللاعبين مظبوط بكل تاكيد وسلطت الاضواء عليهم وبالفعل يعني في الحمد لله يمكن وده اعتقد انه جزء من اهدافي. طيب من واقع اتصالك الدائم او يعني عن قرب بالكابتن ايهاب جلال، تتوقع استمراره لنهايه الموسم بما ان الموضوع متروك لايديه يعني، ولا انه ممكن يقطع الرحله ويبدا رحله جديده؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني الكابتن ايهاب بصراحه يعني احنا ما ننساش يعني فضله بعد الله سبحانه وتعالى في ان احنا وصلنا له، وفي نفس الوقت بصراحه يمكن استحمل معانا في الفتره اللي فاتت والحمد لله يمكن في اجزاء كبيره اتحلت في الفتره ديت، وربنا يكرمنا ان شاء الله في الفتره الجايه ان احنا نقدر نحل بقيه المشكلات وهي في طريقها للحل فعلا يعني الحمد لله. لو محمد قطع شوط كبير في الامور ديت ده على مستوى الامور الماديه للفرقه الحمد لله. الحمد لله ويمكن في خطوات الثانيه ان شاء الله قريبه هتزود من استقرار الفرقه باذن الله. الكابتن ايهاب الراجل بيحترم طبعا تعاقداته وفي نفس الوقت هو علاقته بينا خارج يعني العلاقه الرسميه في علاقه ود وصداقه. انا سمعت ان مفيش عقد اصلا بين الكابتن ايهاب جلال والمقصه باعتبار ان في كلمه بتربطكم بس. والله عايز اقول لك على حاجه، يمكن احنا الفترات اللي فاتت كلها احنا بنتعامل بالكلمه، لكن انت عارف بعد الامور لازم دلوقتي في العهد بتاعنا ده لازم يبقى فيه عقود، عشان انت عارف دلوقتي لازم يبقى في عقد مواصفات في اتحاد الكوره مظبوط، عشان حضرتك دلوقتي انت عارف بقى ممنوع شغل اي حد مش من غير عقود ومن غير لان ده شغل الاحتراف. ايوه صح. ففي عقد وفي نفس الوقت
احنا يعني تربطنا الكلمه بيننا وبين الكابتن ايهاب، يعني ما تفرقش موضوع العقود ديت، لا من علاقتنا القويه بيه. وعلى فكره والله حتى لو مثلا اقول لحضرتك حاجه، يعني مثلا الكابتن ايمانويل قعد معانا مثلا شهر وكان مظبوط قطاع النشيد، فا الراجل طبعا عشان اجنبي فما كانش مقدر مثلا موضوع المشاكل الماديه اللي فاتت ديت، فحصل مثلا ان هو لجأ للفيفا للحال. مجرد ما جاء جواب الفيفا احنا قعدنا وحلينا معاه وعطينا له يعني نص الفلوس بتاعته، نص الفلوس ان شاء الله يعني اتفقنا معاه، يعني اقصد احنا امتى النص الثاني امتى اتفقتوا معاه؟ ان شاء الله على 30/10 ان شاء الله 30/10 باذن الله وخلاص، ونهينا الموقف اللي بيننا. يعني اقصد ان احنا ما مش من النوع اللي هي ايه بيجادل بتدخلوا في ازمات او بيماطل يعني. بالظبط، لان احنا بالفعل لما يكون مؤخرين يا كابتن هاني بيبقى غصب عننا، لكن لما بيبقى موجود حقي فاحنا بالنسبه لنا لا الكلمه عندنا عقد يعني. بحييكم على مشواركم الفترة اللي انتوا فيها دلوقتي، وبشكرك على وجودك معايا.